وما ينطق عن الهوى. النبي أصلا هو قرآن ثاني يمشي على الأرض. احنا عندنا من صادر التشريع أربعة، القرآن الكريم مصدر، والسنة، والسنة هي قول وفعل وتقرير المعصوم، ومن ضمنه النبي 14 معصوم. زين، وعندنا العقل والإجماع. فالنبي قوله وفعله وتقرير حجة. ليش؟ لأنه وحي الله. فقال لنا هذا ما عند الله، مو عندنا. قال إذا من عند الله خلى الله ينزل علي العذاب. يعني يتحدى، ما هو قاعد يتحدى، يعني ما يقبل النبي وما يقبل قول النبي. عندنا ترى مسألة شرعية، المرتد يقتل في الإسلام. عندنا مرتد نوعين، مرتد فطري وملي، سمعنا بنفصل. بس على كل هذا المرتد بعضهم يقول مستتاب لثلاثة أيام، إذا مات يقتل في الإسلام المرتد. فالمرتد يعني وين؟ يعني ينكر وجود الله، وينكر النبوة، ويكذب بالنبوة، وارتداده يكون يعني مرة عن شبهة يرتد، ذاك بعد آخر مرة لا، مو عن شبهة، يعني كل البراهين عنده واضحة وينكر، وده الإنكار يؤدي إلى تكذيب النبي. إذا يؤدي إلى تكذيب النبي يعني ما يعترف بالنبي إنه هو نبي، فهذا يقتل. فقال للنبي انت اطلع من هالمنطقة اللي احنا فيها، اطلع اطلع، لان النبي امان. طب مين نزل عذاب النبي في نفس المنطقة؟ قال لي اطلع. سأل هذه الآية نزلت، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الكافرين شنو؟ الكافرين بولاية أمير المؤمنين، مو الكافرين بالله، لأنه هو يؤمن بالله بس ما يؤمن النهي. هذه القضية نازلة في علي، وإن علي يكون خليفة بعد النبي ينكر هاي السالفة، له يؤمن بالله. وكل ناس وايد يؤمنون بالله بس ينكروا ولاية علي. على كل حال، فطرح من المنطقة اللي فيها، راح بعيد شوية، فنزلت حجر زي نزلت على رأسه وخرجت من المكان المعتاد وقتل في نفس الحال. فالنبي هو أمان، النبي أمان. وحتى إحنا لما يأمرنا الله عز وجل، ولو ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا رسول الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ليش ما قالوا تعال إلى الله؟ ودول إحنا يقولون تنشدون يا علي يا حسين، ما يقولون يا الله لا يدقون لا يدقون. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ما قالوا تعال يا الله، جاءوك تعالوا للنبي. واحد يستغفر ده، واحد اذنب غير الله مغفر، لا يقول لا، تروح للنبي تتوسل بالنبي اول، لان استغفارك ناقص، يكون النبي يدعمك. واضح للواضح، هذه آية صريحة بعد. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، بعدين يقول فاستغفر الله، وما يكفي استغفاركم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا استغفارك أنت ميت، لازم بعد الرسول يستغفر لك. صحيح صحيح. ولما الرسول يستغفر لك الله يستجيب له ويستجيب له. أنا ممكن دعائي فيه شوية نواقص، احنا عندنا ادعيتنا احنا غير نقرا في بيت الجمعه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، واحنا نرتكب ذنوب معينه تحبس الدعاء. الامام زين العابدين يغطيها، يقول سبعه هي شنو؟ سبع ذنوب تحبس الدعاء، منها سوء النيه وخبث السريره والنفاق مع الاخوان وتأخير الصلوات المفروضات على وقتها حتى تخرج من الأداء وتصير قضاء. اللي ما يقدر صلاة الصبح وما يحافظ على وقت الصلاة وتطلع وقت الصلاة زين من الأداء إلى القضاء، هذه شنو؟ من الذنوب التي تؤدي إلى حبس الدعاء. زين
وترك التصديق بالإجابة. واحد يدعو بس ما مصدق ما عنده يقين إن الله يجيب دعاء. وقول وترك التقرب إلى الله بالصدقة والبر. واحد حتى فلس واحد ما يطلع منه، حتى صدقة ما يطلع منه. عندك التقرب إلى الله بالصدقات والبر، هذا اللي يترك التقرب إلى الله بالصدقة والبر، هذا الله ما يستجاب. واستعمال البذاء والفحش القول، هذه سبع ذنوب تمنع من إجابة. سوء النية وخبث السرير. سوء النية يعني شنو؟ يعني طلحة والزبير يجوز الإمام علي يقول احنا نريد نروح العمرة، يريدون الغدر، واضح؟ يقول يشكلون حرب ضد علي. سوء النية هذه صعبة. اكو واحد يعقد على امرأة ويعين مهر بس في النية ما يحضر مهر، عندنا مثل الرواد يحضر رسالة، او مثلا المهر المرأة عندها مهر بس يأذيها لما يجعل المهر فيأذيها يعذب عذاب عجيب حتى تكرهها وتهب له المهر ويحلم. ترى سوء النية وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان من فوق الله الله ومن تحت يعلم الله. من قدامك هذا شيخنا يكون لك حبيب من تحت نور عينه، من وراك شيخ من وراك ما حص ما خلته ما إلا زيدها هاي صعبة النفاق مع الإخوان، وهذه منتشرة كثيرة. فإحنا أدعيتنا شوي ممكن نرتكب ذنوب معينة الله ما يستجيب الدعاء، بس النبي حتما الله يستجيب الدعاء. فإحنا نكون نستغفر وكذلك نطلب من النبي أن يستغفر. فاستغفار النبي لنا هو يعتبر نوع من أنواع الأمان، لأن لما نروح للنبي ونطلب من النبي نستغفر لنا نشعر بنوع من الأمان إن الله سوف يتوب علينا سوف يغفر لنا. دعاء النبي بالأخير قوة لنا إن صلاتك سكنا لهم، صلاتك يعني دعاء. فالنبي حقيقة امتيازات فيه كثيرة، من ضمن امتيازات النبي غير هذه الأمان والدعاء. طبعا الحين دول السلفيين لما يقول لك يقول يا علي يا حسين هذا زين نرد عليهم بالآية، يقول لي هاي الآية يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك عدلة. خب هذه الآية ما نسخة دلوا الأمان، آية قرآن يتلى أنا اللي أطراف النهار صحيح مصحيح. فيقول جاءوك، فإذا لازم احنا نروح للنبي ونتوسل بالنبي، هذا دليل على صحة التوسل. ايش تقولون يا محمد يا علي؟ الآية تقول عدلة، الآية تقول. وبعدين ما يفرق عن النبي هو حي لو ميت، هذه الآية سواء كان النبي حي أو ميت تكون تروح للرسول لو تتوسل به، والرسول يسمع الكلام زين ويرد السلام. تشو تقول في الآية؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لأن إذا الرسول هو ميت وصار الموت عدم بالنسبة له، شلون يرى الأعمال؟ انت اللي تستشكل علي الرسول مات شنو الموت؟ هل الموت امر عدمي يعني يعدم النبي؟ لا ما يعدم الموت، هو انفصال الروح عن البدن، والروح تبقى خالده موجوده في عالم البرزخ. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. اذا عندهم ادراك فما ممكن انت تقول النبي مات انتهى امره، لا النبي موجود ويسمع لنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله عدلنا. اذا هو يرى الاعمال اذا حي عندنا ادراك. صحيح هذا زين. واحد يتعلم هالاجوبه فاثناء النقاش العلمي يكون عنده مسلح شوي بالدليل. هذه من مفاهيم المنبر الحسيني ان تسلح الانسان بالتحصيل العلمي والدفاع عن المذهب والاقناع الطرف الاخر. فهذه المحسسه. طبعا من احد امتيازات النبي اللي انا بحث الليله بالطريقه اللي قدمها، من احد امتيازات النبي حقيقه ولا احنا شويه ما اعطيناها اهميه كثيره. شوفوا الايه شو تقول. النبي طبعا هو معلم ومربي له،
واحنا احنا بشر نحتاج لتربيه، نحتاج لتعليم، لان احنا انسان جاهل. احنا طلعنا بطون امهاتنا لا نعلم، فنحتاج لمصدر علم. وبعدين الله ارسل الرسول حتى يكونوا حجه على الناس، باكر لا يجون يوم القيامه الناس لولا ارسلت الينا رسولا. عدل ولا لا؟ فلازم الله يرسل رسل حتى يتمون الحجه على الناس. عدل ومعدل؟ والله احنا انت ما ارسلت لنا رسول وشلون تحتج علينا؟ عدل ومعدل؟ فلازم يرسل لنا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. عدل ولا لا؟ لتنذر قوما ما انذر اباءهم. صحيح مو صحيح؟ حج النبي. فمن ضمن وظائف النبي هو التعليم والتزكيه، والذي بعث في الاميين رسولا منهم شنو؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. السخي خل يتلو عليهم اياته، هذه بها بحث، وخل يزكيهم وخلي يعلمهم الكتابة، هذه خليها الثلاثة نوادي ناقش الحين. بس أريد ناقش دلوقتي. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكم. يعلمهم فينهم الكتابة والحكم. خلي الكتابة الحكمة الحكمة. إحنا بحاجة إلى دلوقتي. أنت شوف بعض الأوقات هذا الإنسان فاشل في الحياة. ليش فاشل؟ أقول لك هذا لأنه مو حكيم. تصرفاته مو حكيم، كلماته مو حكيم. يورط روحه في مشاكل، لو عنده حكمة كان ما تورط. زين الحكمة شنو؟ يعني نحتاج لحكمة. حتى احنا يعني نكون مصابين في كلماتنا. الحكمه شنو في تعريف بعضهم؟ حكمه لا وايدها معاني، من ضمنها الاصابه في القول والعمل. الاصابه واضح في الحين. انت تبي تنتقد، اكو ظاهره موجوده تبي تنتقدها، شلون تنتقدها؟ إذا انتقدتها انتقاد من دون حكمة ورطوا، ممكن باشر سجن وراحوا ناس سجن. ليش؟ لأن خان التعبير، تعبير ماله خان. واضح ولا لا؟ ما عرف يضبط الكلمة زين، ما عرف شلون يضع الكلمة في محلها. واضح ولا لا؟ في من بعد تعريف الحكمة هو أن تعرف كيف تضع الأمور في مواضعها. فإذا أنت ما تعرف الله علمه في مواضعها، رحت ملح وروحت الليال بعد ملح، يعني أنت هلكت نفسك وهلكت الآخر. فأنت في نقد معين، أنا أشوف ترى واحد ينتقد زوجته، ما انتقدها انتقاد صحيح بلنا جميل، ودته شرطة ومحاكم، شلخت الشلخ. هذه زوجتك انت وياك في البيت. الله يقول وإن من أزواجكم وأولادكم. فأنت في كلماتك خرف شرطي، في مواقف، في أمورك تحتاج لحكمة. دي الحكمة من اللي يعلمك إياها؟ صاحب الاختصاص. منو صاحب الاختصاص؟ الله محمد والمحمد. النبي حكيم، الله حكيم والنبي حكيم. هذه الحكمة أنا أريد أثبتها لك بالقرآن. شنو الحكمة؟ خلنا نستنطق القرآن ونبي نعرف شنو الحكمة في القرآن. لما نسوي تفسير قرآن بقرآن، أحيان واحد يقول لك يعلمهم الكتاب والحكمة، يعني هو حكمة؟ علمهم رسول الله الحكمة، يعني هو حكمة؟ اسألك سؤال تجاوبك. بعدين احنا كمسلمين خلينا نتعلم من الحكمه اللي النبي هو علمها الامه. حاجه للتعليم. انت الحين عندك وزاره التربيه والتعليم وجامعات ومعاتم ووسائل اعلام، زين ما هي الحكمه التي علمها رسول الله لامتي؟ شنو الحكمه هذه؟ انا الحين اسالك شنو الحكمه؟ شنو الحكمه؟ ومن القران
طبعا انا عندي بحث يعني تقريبا قبل 8 سنين بحثت كيف نكتشف الحكمه في 10 مجالس يعني 10 اجزاء لدان محاضره موجوده في اليوتيوب تقدر تاخذها على قناتي. انا الحين بقي 25 مطلب من القران ان دين الحكمه. هذا يجوز البحث اول مره تسمعون بس زين تسمعون. وهذه لازم نعلمها اولادنا وافرادنا ومجتمعنا. شنو الحكمه؟ خمسة وعشرين امر بين امر نهي وارشاد. اسمع بقول لك شلون الحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيف رجعهم وأهلك عدوهم من الياس والزين من الأولين والآخرين. سورة الإسراء سريع. أنا بقول لك فهرس ما بفسر. فهرس وبعدين بعدين آية 22 تقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه بداية رأس الحكمة. عندنا في الحديث رأس الحكمة مخافة الله. شو تخاف الله؟ لا تعرف الله. قولوا لا إله إلا النبي. قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول بيت لازم تقول لا إله، يعني تنبذ كل العبوديات والصنميات وبعدين تعبد الله. تقول لا إله، يعني لا إله للهوى، هوى النفس. إني أخاف عليكم اثنان، رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الهوى وطول الأمل. صحيح. الهوى ممكن يكون صنم. الهوى التعصب الأعمى صنم. يعني تعرف الحال، لكن شنو؟ اتمين لجماعة، اتمين لربعه، اتمين لحزبه. واضح له لا دمين ده صنم يعتبر. واضح له المال، حب المال، حب الدنيا، دي كلها أصنام. فأنت لازم تحرر نفسك من كل الأصنام أول، بعدين تمتلك. لازم تصير تخليه ثم تحليه. يقول لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني شنو هو قضى ربك؟ يعني أمر وأوصى ربك لا تعبدوا إلا، يعني لا تطيع إلا الله. هي العبادة بمعنى طاعة. إياك نعبد. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يعني إياك نطيع. واضح. احنا العبد شو يسوي قدام المولى؟ ليش سمي عبد مولى؟ هذا عبده. يعني شنو عبده؟ يعني يطيعه. لا تجعل مع الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هذا واحد. يعني شلون تصبر في ابوك وامك بالاحسان؟ شلون بالاحسان؟ مثلا عندنا من ضمن بيان الاحسان لا تسمر عيونك في ابوك. لا تكز النظر. هذا من العقوق. لا تكز النظر في وجه أبي. لا تتقدم عليهم في المشي. لا ترفع صوتك عليهم. زين. وإن أضجراك لا 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 تقول لهم أوف نحجن. شلون الولد يتعامل يا أبوه؟ شوف ترسم لك الخطة. وبالوالدين إحسان. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد واصل ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعلمك هاي بس خلنا كمل الفلسفة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يبين قضية المالية. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قضية الدماء. شوف دي الآيات تشير لأربع قضايا. أولا احترام العائلة. اثنين احترام الأعراض. ثانيا احترام الدماء.
زين احترام الاموال ثلاثة اشياء. الدين يريد يحافظ على الاموال والاعراض والدماء. الدماء حين تسفك بسهولة تسفك البيجر حين تسفك الدماء. البيجر تسوف غزة الحين في لبنان البيجر واحد يعني الدماء ما لها اي قيمة ما لها اي حرمة. الدماء جماعة جايين من الأربعين الناس شيعة ما هم أيضا نزلوهم من السيارة يأخذون لهم صور وخدعوهم وقتلوهم إفغانيين. الدماء رخيصة زين خلينا نواصل. أقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. هني والدماء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الأولاد واحد يقول كلمان به أي أولاد ليش ولد الولد وراء صار والرواتب قليلة والدخل قلت كلام فاشل كلام مو صحيح. الله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وياهم. الله يتكفل بالريس عليهم أكو شوف أبانا كل واحد ما خذنا 24 ولد قدام وبعضهم 40 ولد وكل أولادهم زينين ترمين تدينين بروح ولا أقول الله تكفل بالنسبة حقيقة. يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانوا يقتلون البيت من حي. يقول لك إحنا نخاف من الفقر عليهم ما عندهم توكل على الله. شوف ده العمل مو في محله. الحكمة هو ان تضع الأمور في محلها. تقتل الولد خشية إملاق هذا خطأ خلاف الحكمة. زين نحن نرزقهم الله قاعد يعطيك علاج هم مبين العيب والنقص يعطيك علاج. يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. زين نحن نرزقهم وإياكم الله تكفل بالريس. أنا الشيخ العرادي بعض ما أدري قريت في هولندا قريت في لندن قريت في برلين قريت في قطر قريت في الكويت والله الله خلي يصيب والناس تحتاج المبرمجين. النبي كان طبيب دوار مطبهين. زين نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خلينا نواصل. احترام الأعراض ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا مو بس ما لا تزنوا لا كل شيء يؤدي إلى الزنا. النظرة للأجنبية الخلوة مع المرأة الأجنبية لمس المرأة الأجنبية المزاح مع المرأة الأجنبية لكل حرام. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بعد وصل للدماء. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق يعني واحد مرتد يقتل. الزنا بعد الإحصان يعني واحد عنده زوجة متمكن من الجماع وياها وروح يزني هذا يلزم. زين وإذا واحد قتل نفس متعمد هذا مقتل. زين ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما يعني واحد قتله مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. مو تروح تمثل بالمقتول تمثل بالقاتل ما يجوز المثل بس تقتله ضربة بضربة وتاخذ من نتيجة. بعد تروح تقتل لك 10 من جماعة هذا مو صحيح. اكو بعضهم الشكل اذا انت هذا قتلت انت هذا قتلت راح اقتل 50 60 من عشيرة ولا يسرف في القتل. صحيح مو صحيح يعني ضع الامور في مواضعها. علمنا الحكمة الايات علمنا الحكمة. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. طبعا هذه الآية هم نازلة في الإمام الحجة إنه ولي دم الإمام الحسين ما عشان قتل مظلوما من ولي الإمام الحجة. ولهذا يقول يا ثارات الحسين إنه كان منصورا. زين مال اليتيم هذه الأموال احترام الأموال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. زين يعني انت مال اليتيم تكون تستثمر لصالح اليتيم مو تاكل مال اليتيم وتسيطر عليه. هذول ورثة ايتام دير بالك عليهم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. العهد يعني كل التكاليف الالهيه عهد الصلاه عهد الصوم عهد كل التكاليف عهد يعني امانه تكون تاديها. انت حاكم على شعب الشعب امانه عنده عدل ولا دي الزوجه امانه عنده صحيح مو صحيح. انت خطير على المنبر قاعد تخاطب مستمعين يبلهم حكمه موعظه حسنه لا تخلط الكيف يا تبني له خرافات
منبر ولا غلا غد المستمع بالحكمة عدل ولا بالموعظة الحسن آية شريفة حديث قرآن عدل ولا مسألة شرعية أما تخبط على المنبر مو صحيح وكثير الناس يخبطون على المنبر دول أمانة عندك هذا عهد إيه أنت حاكم دول شعب هذا دول أمانة عندك هذه زوجات أمانة عندك عندنا في الحديث لعن الله من ضيع من يعول لعن الله من ضيع من يعود يعني هاي زوجتك ما بعطيها نفقة لعنة الله عليه هذه زوجة وقايمة بكل وظائفها لا تطلع من البيت إلا بإذن تمكن في الفراش وبعد يسوي لك مستحمطات تطبخ وتسوي عشان أنا إذا تضيعها الله يلعن أنت حاكم هذا شعر هذا يحتاج له سكن يحتاج له فرصة عمل عدل ولا عدل ولا والخير موجود عدل ولا زين واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا بعد البيع احترام واوفوا الكيل اذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم انت لما تتعامل يا ناس عاملهم بالانصاف الى امام حجه يقول تفضل على الرعيه بالانصاف وحسن السير عدل وعدل جبت واحد يشتغل زين سوى النجاره كلها متقنه البناء خله متقن جيت البناء كله خلطين الانابيب خلطين شو اسمه المسح خلطين انا ابويا رحمه الله على الحاج صالح الحاج خالد العوالي ابويا فورمان كان يشتغل الحاج حسن العوالي وهو اللي يجيب العمال كلهم هذا حدا رجل علي هو ابويا ابويا بس شوف عيونه قبان كانوا مصريين يشتغلون ذيك السنين سنه 62 المساح ده ابويا من يشوف المساح اللي مو قبان يقول له كل هذا الشيء ومسح منزل عيونه قبان ما يقبل بالشغل الغلط العمل مالك لازم يكون متقن تفكرش لازم يكون متقن بتبيع بضاعة بيع بضاعة جيدة لا تغش الناس فيها وأوفوا الكيل إذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا بعد بنخلص حديث ولا تقفوا أليس لك بي علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن رسول الله ليش شغلة أنت ما شفتها بعيونك لا تحكم عليهم سمعت حكاية لا تصدق الحكاية بسرعة حقق عنها عدلهم إيش قد هالتهم باطلة عندنا إيش قد عندنا حالات تسقط طبعا لا تستحدث في إطلاق الحق على الآخرين تثبت أول عدلهم عدل اتأكد أول عدلهم عدل لازم تكون بينة أول صحيح مو صحيح بس بعضهم لا يستعجل يطلق أحيانا سويت مسألة شرعية ما أعرف الحكم أقول له ما أعرف الحكم خلنا نروح أتأكد أطالع عدلهم لا تستعجل في الجواب يا حجي لا تجاوب على القواعد العامة يا حجي مرشد ديني راح الحج جاوب الناس على القواعد العامة وفشلهم في الحج طلع الحج مالهم باطل ليش؟ لأن هذا رجل الدين يستعجل في الجواب ما يعرف الفتاوى بالجواب انت انا حين نجد خطيب ما اعرف النجار واحد سألني شو رايك في الجواب مو شغله ولا تقفوا ما ليس لك في علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا شوف شكد هذه تعاليم جميلة زين ولا تمشي في الأرض مرحا انت حرصت عضو شورى أو عضو مجلس النواب ما شاف بيزات من قبل حية البيزات والملايين هذا من يمشي ما يمشي حق الكلام يعني يفقد توازن انت حتشغل على جيل المال زي الواحد من قال لك المال زي عدل لا نعم مال معه كرم ممتاز لكن مال وكرم ماكو ما يمشي مغرور في الشارع العام متكبر متعجرف شايف واحد فوق ما يسلم على الناس ما يتواضع نساء ارحامه نساء ابوه نساء امه والصايغ ان الانسان لا يطغى ان راه استرى مو بس حصل فلوس اكو واحد حتى عنده علم عنده علم بعد يصير مغرور وصاير متعجر الحين صار خطيب مشهور ملايين عنده في زين تتصل فيه ما جاء على الواتساب مره
فينا تجاوز. انا عندي خطباء مشهورين وحين انا في التسعينات كانوا يتلمذون عندي، انا دربهم خطابه وما اخذوا محاضراتي وهو يحضر منه ويقول للناس محاضره، هو اخذ محاضراتي وقرروا يقرا. الحين تتصل فيه ما جاوب، على الواتساب ما جاوب، سنين صار له ولا يسال عنه. احنا محتاج الليل بس شويه، خل عندك ذوق ماكو، مروءه ماكو، لا شو متواضع. يقول ولا تمشي في الارض مرحا، انت مين لك تصير مغرور؟ انت ادم اولك نطفه اخرك جيفه، تؤذيك البقره تقتلك الشرخه، مين لك التكبر يا حجي؟ قاعد علمنا الحكمة، ضع مشيت في محل ما يلوك لك تمشي مرحا. انك شوف الله يقول انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. عدنا معنا خليك متواضع من صفات المتقين، مشيهم التواضع. واجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا، في مشيتك متواضع، في لبسك متواضع، في اكلك متواضع. من تواضع لله رفعه الله. زين كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. احنا وصلنا، شفت التعاليم تعال هدي 25 شغله كل هذه شو يقول الله عليه؟ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحمد. تمام هذا احنا لازم نتعلم. النبي علم هالأمة هالتعاليم وبعدين ختمها، ولا تجعل مع الله إلها آخر. رجعنا لأصل الحكمة اللي هو التوحيد، فتلقى في جهنم فتحوا. 25 تعليم، يعني علمنا شنو احترم الوالدين، علمنا شلون نحترم الدماء، شلون نحترم الأعراض، شلون نحترم الأموال المحترمة. فإذا ساد المجتمع في احترام للوالدين وفي إنصاف وفي احترام للدماء وماكو تبذير، ولا تجعل يدك مغلطة إلى عنبة، ولا تبسطها كل صار وسطية، صار المجتمع بخير ولا صلنا بسعادة لولا الوالدين. لما أنت الحين الولد يطبق هاي الآية وياه، يطبق الآية وبالوالدين إحسانا، إحسانا مو بس إنه في الدنيا يحسن لك حتى بعد الموت، روح للقبور زور قبر أبوك، اقرأ سورة ياسين، سورة المول، إنا أنزلنا سبع مرات، قل هو الله واحد 11 مرة، آية الكرسي، اقعد شوية على قبر أبوك ساعة، شقد رباك هو، شقد تعب عليك هو وانت صغير، شقد تحملوا آلام وشقد تحملوا حتى يؤثرونك على أنفسهم، يحرمون أنفسهم ويعطونهم. انت ساعة واحدة من تربيتهم إليك، كل اللي تسوي ما تسوي ساعة واحدة تتملل. أبوك ما تتبروح تصدق عنه، إذا على صلوات خلاء اقضى عنه، ما راح يلحج حج عنه عليك ونقضده بالوالدين يحسن أبوس في الحياة الدنيا حتى بعد الممات. زين الحين لما الوالد يسوي هالشكل ويا ابوه باحسانه، اقول لك احنا احسان ابوك اذا عنده حاجه لا تكلفه يقول لك بالحاجه، انت قبل ما يسال اقضي الحاجه قبل ما يسال، لا تحاول كل السؤال. زين وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلا فلا تقل لهما اف. والله تضجرنا لان امي قالت لي تعال شيخ ندم لك. زين رحت ادم لك، رحت بعد قرطع ظهري بعد احنا عشاق هما وقرطع ظهري، قالت عجيت في شويه عو انت وين؟ لا تضجر ذاك ولا امي بس لا ان شاء الله ما صار خلاص قعدت في اول بعد دلك كتفي بعد وين ما قولي هني شوي لا ان شاء الله بعد ما وصلتني لا خمس قدم ان شاء الله ساعه واحده ولا دلك وين ومستانس. قلنا ماكو عندي شو اسمه لا امك. زين طبعا اذا وصلوا كبر في السن مزاجه يعتفس شايف
أبو حين 78 سنة مزاجه حاط على كل شيء ينتقد، على كل شيء سوى ليه ونحبة دابدة يتحاكر، هذا حق وين، هذا حق وين، هذا حق زين يبني خلق شوي، قال عندك سعة صدر ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما لا تقل لهما أفين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يقول واخفض لهما جناح الخلد متواضع إياهما وقل وفتني وادعو لهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. شوف الحين ده الولد اللي خلص الوطن، خلص الوطن بس خلنا نختم الحين ده الولد لما يتعامل يوم بإحسان ومحبة ولود وتواضع يدعون لي لما يدعون لي، إذا دعوا لي إذا دعوا لي الولد نجح لما نجح. أنا شايف عظماء عظماء في التأليف في الخطابة في العمل الصالح عظماء. شنو السر؟ توفيقكم. قالوا دعاء الوالد، دعاء الله. هذا حج حسن عادل. أنا شايف بعض الكتب وبعض اللقاءات شنو التوفيق اللي حصل؟ قال بركة بر الوالدين ودعاء دعاء دعاء اللي يبر أبو أمه زين هذا يوفق. عندنا حتى تأثر على سكرات الموت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من أراد الله أن يخفف عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا ولوالديه ضارا، فإن فعل ذلك خفف الله عنه سكرات الموت ولم ير الفقر في حياته أبدا، دائما غني. البحث خلص صرت بارك الله فيك جزاك الله خير والله والله. تبون البحث كامل من اين نكتسب الحكم كيف نكتسب الحكم في القناه ايش المجالس بارك الله فيك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مستمعين الكرام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع يوم الدين. يروى أن آمنة بنت وهب لما دخلت في شهرها التاسع وبلغت العدة التي أراها الله تعالى لها وليس فيها أثر ولا وجع وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة عظيمة ففزعت منها وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف وهي حامل بالنبي محمد البشير النذير والسراج المنير. وبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال تفوح منهن روائح المسك الأذفر وبأيديهن أكواب من البلول الأبيض وقالوا لها اشربي منها ليزول عنك ما تجدين فشربت منه آمنة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قالت آمنة لما شرفته أضاء من وجهي نور فاطع ف
فجعلت أقول من أين دخلت علي هؤلاء النسوة، وكنت قد أغلقت الباب على نفسي وجعلت أنظر إليهم فلم أعرفهن. ثم قلنا لي يا آمنة ابشري بسيد الأولين والآخرين محمد. قالت آمنة فأخذني الجزع والفزع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير. قالت آمنة فبينما أنا متعجبة من ذلك وما رأيت منهم إذ أضاء البيت نورا وهبت روائح عطره وإذا بي قد وضعت ولدي محمد. سامع الصوت صلي على النبي أول محمد وابن عمان. يا صاحب سامع الصوت صلي على النبي أول محمد صلي يا رحمن على خير البشر وله الأطهار أهل بيت الغرب ما صبح بار وإذا لاح القمر لا سيما صاحب الراية علي. يا سامع الصوت والمحمد يا رب صلي على نور السماء بدر العلا في ليالي المظلمة والحسن وحسين وأمهم فاطمة صل على المرتضى حيدر علي. يا سامع الصوت والمحمد الليلة ميلاد رسول الله النبي مولد حفيده جمال الكوكبي جعفر الصادق إمام مذهبي قطرة علم البحار حيدر علي. يا سامع أول محمد ومن عم علي هذه بأخلاق دين الله ارتفع واتصل الإسلام وكل سامع سمع لا سيف إلا الفقار المخضع ولا فتى في البشر إلا علي. يا سامع في حق المرتضى جملة أحاديث تسد عين الفضاء أقضاها حيدر إذا صار القضاء إن كنت مولاه فمولاه علي. يا سامع الصوت صل على النبي هو المحمد حيدر الكرار إمام البررة والساقب الحوض في يوم الآخرة منبر أبو الزهرة طاها منبرة وليقسم النار مع الجنة علي. سامع الصوت صل على النبي وهو المحمد بن عم علي آيات آيات
بعد في حق نازله وعند الشدايد يحلك المشكله منزله هارون من موسى منزله زينة الجلاف ذكر حيدر علي عسام صل على النبي أو محمد سمع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي صل يا رحمن على خير البشر وعلى الأطهار أهل بيت الغرر بالما صبح بان إذا لاح القمر لا سيما صاحب الراية علي يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد يا رب صلي على نور السماء بدر العلا في الليالي المظلمة والحسن وحسين وهم فاطمة صل على المرتضى حيدر علي يا سامع صل على النبي أول محمد الليلة ميلاد رسول النبي الليلة ميلاد رسول الله النبي مولد حفيده جمال الكوكبي جعفر الصادق إمام مذهبي قطرة علم البحار حيدر علي دين الله ارتفع وانتصر الإسلام وكن سامع سمع لا سيف إلا الفقار ما خضع ولا فتى في البشر إلا علي سامع الصوت صل على النبي أول محمد بن عم علي لما النبي قال في حق المرتضى جملة أحاديث تسد عين الفضاء أقضاها حيدر إذا صار القضاء من كنت مولاه فمولاه علي يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد بن عم علي حيدر الكرار إمام البررة وساقب الحوض في يوم الآخرة منبر أبو الزهرة طه منبرة وليقسم النار مع الجنة علي سامع الصوت صل على النبي أول محمد بن عم علي حيدر الكرار إمام البررة وساقب الحوض في يوم الآخرة منبر أبو الزهرة طه منبرة وليقسم النار مع الجنة علي سامع الصوت صل على النبي أول محمد بن عم علي آيات آيات في حق نازله وعند الشدايد يحلك المشكلة منزلة هارون من موسى منزله زينة الجلاس ذكر حيدر علي سامع الصوت صل على أول محمد بن عم علي هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر الله صل على محمد يا الله إله
إلهي بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، فرج عنا يا رب، تقضي حوائجنا، سهل مفاهيمنا، يسر أمورنا، اشفي مرضانا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمستمعين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبل الصلوات.